اليوم ممكن أن احنا نتحدث بموضوع التعلم عن بعد، كيفية ممكن استخدام هذا النظام بالتعليم عن طريق ممكن الانترنت، أو ممكن حتى في بعض الأحيان يكون عن طريق الهاتف وغيرها من هذه الأمور. ولكل شيء ممكن أن تكون إلى إيجابياته وإلى سلبياته. ممكن احنا لما حصلت أزمة كورونا وصار ممكن أنه أوقات الحظر والأشهر الطويلة اللي بقينا احنا بالمنزل، اضطروا ممكن أنه الهيئة التعليمية أنه يتم التعليم من قبل المعلم أو المدرس إلى طلابه عن طريق الأونلاين. طبعا بالتأكيد هذا الموضوع من يعني هو موجود، موضوع الموجود ممكن من سنوات طويلة، لكن الموضوع أصبح مسلط الضوء عليه أكثر من زمن كورونا. فبالتالي اليوم ممكن أصبح المعلم أو المدرس يقدر يتواصل مع طلابه عن من خلال الأنترنت. طبعا بالتأكيد مثل ما ذكرت، مثل ما كل موضوع إلى إيجابيات ممكن أن تكون إلى سلبيات. ممكن من إيجابياته هي تقليل الكلفة اللي ممكن أن تكون لدى كل شخص، ممكن كلفة الطريق، ممكن دفع المواصلات وغيرها من هذه الأمور. أيضا بنفس الوقت راح يسهل على الطالب ممكن مهما كان عمره، طبعا ممكن الكثير من الأمور اللي هي كالملابس وغيرها من هذه الأمور، لأنه بالتالي راح يمكن يرتدي التيشيرت يكون هو بسيط، لكن مثل ما يكون هو ذاهب أصلا لمكان معين، وبالتالي هذا راح يختصر عليه أيضا من أسعار الملابس. بنفس الوقت راح يكون هو مهيئ بشكل جدا كبير بالوقت المناسب إلى حتى يستقبل المعلومات اللي تكون هي من خلال المعلم أو المدرس إلى، لأنه بالتالي راح يكون هو مرتاح قاعد ببيته، ظروف ممكن المناخية تكون صعبة، فبالتالي هو قاعد ببيته ما راح تأثر عليه هذه الأمور.